جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. تاريخ حافل ومسامته فعالة، فهو في الحقيقة قبل كل شيء مقام في استعمار وتحقيق البلاد. كان في هذه المعركة هو في المقدمة، هو اللي يضبط الاختيارات، هو الصامت، هو الشجاع. بهذه الصفة من 38 اتساتا الوطنيين قالوا المجاهد الأكبر، لأن في مقامة فرنسا كان المجاهد الأكبر. عنده حالة ثانية مهمة، إلا بالنسبة للعاش معه جي بعد المقاومة والجهاد، هو بناء الدولة، دولة تونسية مستقلة، لأن الدولة التونسية جديدة بعد الحفصيين. دخلنا مع العثمانيين، تونس ما هيش مستقلة، جات فرنسا، تونس ما هيش مستقلة، هو بعث دولة مستقلة. وفما قضية ثالثة، الصعيد الثالث، وأنه بنى مجتمع عصري في محافظة على الهوية، وكان فيه عصي من الثلاثة أصعدة بوكيبا يكون بالنسبة لتونس مرجع كبير. أنا هو كبير عظماء تونس. أنا وقت نحيي ذكرى في الحقيقة، لأنه هو إلا في فترة حاسمة من تاريخ تونس كان في المقدمة. الحقيقة سيلهادي، أنت حطيتني في منهجية مهمة جدا، عاونتني برشا في منهجية الحلقة وقت اللي تلخصت لي الزعيم لحبيب بورقيبة في مثلث مهم جدا، ثلاثة نقاط متاعه اللي هما المقاومة ثم تأسيس ثم الحداثة. مش نرجع بك للنقطة الأولى اللي هي المقاومة، وقد برشا كلام ولليوم مازال يتقال الحقيقة. تاريخ المقاومة اللي تكتب عن الحبيب بورقيبة وزعامته لمقاومة الاستعمار الفرنسي وتحقيق الاستقلال لتونس، التاريخ الصحيح مكتوب اليوم ولا فيه وعلي؟ لا، الوثائق موجودة والمذكرات موجودة، قبله هو بعد دخلت فرنسا واحتلت البلاد وقعت مقاومة بالعوش في جهة جندوبة وشجنان وماطا، وقعت مقاومة في صفاقس وفي جابس، بعد وقعت مقاومة في الجنوب، مقاومة مسلحة. وقت المقاومة في تونس كانت تعتمد على تحالف كانوا المواطنين غاية وقتها يعتمد عليه، هو أن السلطان مش ينصونا، يعني تبعين الدولة العثمانية. عشرات الألاف من التونس مشوا ليبيا، إذا كان تبع السلطنة العثمانية، على أساس من ليبيا مش يرجعوا إلى تونس مظفرين ناجحين مع الدولة العثمانية. وقعت مقاومة، بعد مدة انتهت الدولة العثمانية، السند اللي كانوا يعتمدوا عليه انتهى، ولات مقاومة سياسية. وحتى المقاومة السياسية لبس في المقاومة السياسية الحقيقة، ثم علي باش حامبا، ثم محمد باش حامبا، ثم عبد الجزيل الثعالبي، ثم شخصيات كبيرة. من الأول كان معتمدين على الدولة العثمانية، أما بعد ثم مقاومة سياسية وكانوا وراء الأحداث
جلائس والأحداث نتاع التراموي اللي استخدموا 11 و12 وتنزل الفور أعدوا شيئا من المقاومة، ولكن ما خذت المقاومة وجهتها الفاعلة إلا رئيس الحبيب بوديبة. علاش؟ لأن رئيس الحبيب بوديبة اجمع بين الأطروحات السياسية وبين الضغط السياسي وبين إدخال الشعب في المقاومة بخروج الأشاعر. بوديبة جند الشعب ضد الاستعمار وقنع فئات كبيرة من الشعب وأن الاستعمار ما يلزمش يبقى ويلزم تونس تتحرر وأن الدين الصحيح ما خلناش نقبل الحكم الأجنبي. كون نخبة من الشباب من المناضلين إلا ما تخافش الحبس، لأن يعني قبل دائما أبدا يقربوا الحبس من غير ما يدخلوا. وعلي بسحامبة ومحمد بسحامبة في الأخر خارج من تونس، الشيخ فعال بخارج من تونس، هو دخل في خطه وأن السجن سجن هو القيادة مع القادة وسجن نخبة من القادة يكون شعور في الشعب وأنا يجب يلتف وأنا أواجه. السجن بالنسبة لبوديبة عنصر هام في تكوين قوة معايبة للإستعمار الفرنسي. وطاق للسجن بوديبة بالجمع بين السياسة وبين الضغط الشارع اللي فيه أوجه عديدة واجه ثلاثة مرات للإستعمار الفرنسي. واجه الاستعمار الفرنسي في 34 بعد ما كون الحزب الجديد قاموه وفاوه في قبلي من بعد البوت البرف، لا لأن شافه وأن الناس تسمع فيه وكون قوة وبيعوتان خاف وأن القوة هذه تكون فاعلة وتسدوا معاه في عزلة كبيرة هو وزعماء كثيرين تاع الناس كل، وأنا كان أشجعهم وكان أكثرهم صمودا وكان ما يحبش الاستسلام، وما حتى البعض تعبوا على السجن والغربة شيء هو دائما شد صحيح ما مشى للتفاوض إلا بعد حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا وجاءت حكومة فرنسا الجديدة في 36 باش تحب تلقى حل مع الحركة الوطنية. كان هو في المقدمة وقت اللي قاموه البوش الباف في المستير كان يقول للناس اللي حوله والنساء اللي حوله زغرته لأن يعتقد وأن الإيقاف عنصر من عناصر تقوية المقاومة. كان يشحنهم ربما وقت اللي هو يشحنهم بس. طيب سيدي اسمح لي معناتها باش نقدموا باش نمشيوا لمرحلة ما بعد الاستقلال وتحقيق الاستقلال، لكن قبل يبقى سؤال مهم جدا، علاش اليوم من بين من يحاولون البحث عن صور أخرى غير صورة المقاومة لحبيب بورقيبة فما شكون يرى أنه لحبيب بورقيبة هو واسمح لي في الكلمة البيون اللي كان تعتمده فرنسا في المفاوضات باش توصل اللي تحبه هي مش اللي التصويره اللي نحبوا نصوروها احنا كزعيم ومناضل ومقاوم وغيره، لا بالعكس كانوا يستعملوه. بعد الفاصل نجاوب على هذا السؤال. لما نرجع للتاريخ المواجهات الثلاثه اللي قام بها بوقيبة ضد فرنسا في 34 في 38 وكان معرض الى الاعدام أوقفوه وسجنوه في تبوسق من بعد مشى المغسيليا من بعد مشى لليون منع لا هو لا الناس كانت تعتقد أنه يخرج سلامات. في المعركة الأخيرة في جان في 52 والمقاومة وكل من يحمل السلاح حمل السلاح باسم بوديبة ما ينجمش يكون بوديبة عميل فرنسا
وهو وراء المجابهات الثلاثة، المعارك الثلاثة. لما تقرأ ما يكتب إذن كان العدو اللدود اللي تعتبر فرنسا في كتاباتها في خطب السياسية متاعها العدو اللدود بالنسبة للجهازية في تونس هو بوجيبة، في الجزائر هو مصالحاش، في المغرب هو على الفاسي. الفكرة متاع كونه بوجيبة عنده علاقة مشبوه فيها مع فرنسا ما جات إلا بعد حكم، وقتها هو العدو ما فماش. لما تراجع كل الكتابات معنا بوجيبة تعتبر فرنسا هو عدوها اللدود. تقول لي علاش بعد الأحداث تاع جام في 52 إعدام تاع عامين، احنا ننساو الثورة اللي قمنا بها وقتها، مقاومة نواة جيش قمع ردود فعل دخول الجزائر في المعركة، هذا اللي فرض على الحكومة الفرنسية باش تجي للصلح، تجي للتفاوض. للتفاوض في التفاوض وقتها كل الناس اللي قاموا سلاح، كل الناس اللي يتكلموا على تونس، الممثل الوحيد اللي يمكن يتفاوض مع فرنسا واللي يمثل الشق الوطني الثقة هو بوجيبة. بحيث فرنسا مشيت بوجيبة ما هوش محبة فيه، لأنه هو كان الزعيم الأوحد. نعطيك مثال، واحد كما طه الأسود من كبار المقاومين الله يرحمه، مشى شوية مش للآخر مصالح بن يوسف، وكل المقاومين ما كانوش يعتبروا واحد آخر دون بوجيبة باش يمثل المقاومة. بدليل وقت اللي قال المقاومين أين تفاوضوا كان سلموا السلاح كلهم شو معه، فما ما نام بوجيبة اخترعته فرنسا أو تفاوض مع فرنسا لأنه يمثل الطرف القوي الطرف الوطني حتى مستحل المشكلة مع الناس اللي حاربوا فيها. يعني هو اللي حطها قدام أمر واقع معين جرها إلى التفاوض. الناس اللي في السجون 95% تبعين بوجيبة، الناس اللي في السجون، الناس اللي في الجبال تبعين بوجيبة، حتى هي مستحل المشكلة مع هذول بالطبع تجي مع رئيسهم. الحديث وأنه عنده علاقة مشبوه فيها مع فرنسا جت بعد، أما وقتها هو العدو. طيب أنت عرفت بوجيبة قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال؟ منك ليه قبلته؟ أنا عندي حظ خاص، أنا كنت مع بوجيبة يمكن عمري 13 عام لما ماشي لقاها توقف في حمل سوسة وبيت ليلة، وأنا عندي علاقة بالمسؤولين الدستوريين. كنت الحقيقة شفته حاجة من السباع كانت معه في أول لقاء، ثم كنت من أتباعه، كنت رأي الشعب قبل الاستقلال معك وقفت عامين، كنت رأي الجامعة تاع الحزب. أنت ما زلت صغير في العمر وقت. إيه صغير، رأي الجامعة في فرنسا نائب رئيس الجامعة، بعد رئيس الجامعة، بعد تكلمت بالحزب في سوسة في عام 59-60 بعد في إدارة الحزب، بعد مدير حزب. كان دوما عندي اتصال متين ودائم معه، وكنت دوما معجب به بدون أي تردد. بالنسبة لي هو الزعيم، هو القائد، هو المسير. بالرغم أنه صارت لك معه بعض المشاكل. بالطبع تحاكمت، يظهر لي بطلب من الحبيب بورقيبة. لا تحاكمت وهي مظلمة، ولكن بالنسبة لي أنا ننسبها للبطانة أكثر من ننسبها لي هو. وهذا وقعت مظالم في حقي أنا في حق غيري، وكل ما يلمس المظالم الفردية الشخصية تغطي على الشيء الأساسي، وأنه هو من وجهة الأكبر
وهو باني الدولة التونسية وهو باني المجتمع الجديد. بيجمش بالنسبة لي أنا ما خلطش. هذاك علاش احنا نبداو نحكيو على مرحلة التأسيس الحقيقة من خلال ورقة من إعداد أشرف عبد السلام، كيفاش جاء الاستقلال وبورقيبة والخطب الشهيرة لبورقيبة ورجعين التكريم وإلا لا؟ لا أعتقد، لأن بورقيبة كان عنده دور فعال أولي في تحرير تونس، في بناء دولة مستقلة، وفي بعض مجتمع جديد. قليل كل من عاش مع بورقيبة، سواء من أتباعه ولا تبعه، قليل من تلقى شخصية وطنية حبت تونس، آمنت بمستقبلها، جاهدت في سبيل حريتها، تعرضت لكل الأخطار إلى حد وأن بورقيبة ولا يعتبر نفسه هو شعب تونسي، وشعب تونسي هو بورقيبة. اندمج كلي في الشعب التونسي، بورقيبة هو تونس. وهذا يظهر لما رجع من المنفى الشجن من فرنسا في أول جوان، شعب تونسي الكل جاه، لأن هو قائد معركة. ما فماش كل أحد تونس، وما فماش من شخصية سياسية شكون خصم لفرنسا في كل فترات، هو حتى في الاستقلال. أما وقت اللي تونسنا العدالة كانت مغامة بتقدمها بورقيبة، وقت اللي بعثنا جيش وطني مغامة أقدم عليها بورقيبة ورجعنا فيها، وقت اللي ساعدنا وتعاوننا مع الثورة الجزائرية اللي كانت مقيمة عند قاعدة هامة في تونس، كل يوم خطر الفرنساويين خططوا عملية مربوطة والأشخاص معروفين باش يجيوا الكارتاج ويحنوه ويوقفوه وقت تونس مستقلة، لأن بورقيبة كان بمعنى أنه بعد الاستقلال الفرنسيس حبوا يغتالوا بورقيبة داخل قصر حبوا الكارتاج، يوقفوه لأن شافوا أنا مساعدته للثورة الجزائرية في الداخل وفي الخارج عطلتهم على الانتصار على الثورة الجزائرية بحيث من العقبات اللي قادتها فرنسا في إضعاف وتحطيم الثورة الجزائرية، العقبة الكبيرة هي بورقيبة، وخمموا وخططوا فما مشروع. ولما قمبلوا ساقي سيدي يوسف، الاعتداءات اللي على الحدود لفائت تشجيع تونس ومساعدة تونس بالعشرات، بورقيبة ماتوا ناس بحاجة. الفكرة متاع بورقيبة اللي عنده علاقة خاصة مع فرنسا، هذه فكرة تغطي الحقيقة، وأنه قبل الاستقلال بعد الاستقلال في تسيمه في المساعدة الثورة الجزائرية كان بورقيبة أكبر خصم، ومش أكبر خصم، أول الخصوم الأفارقة ضد فرنسا، حيث الفرنسيس اللي يعرفوا التاريخ يعرفوا هذا ويقدوه، مش حتى صاحبهم يقدوه لأن كان زعيما فذا. طيب الحاجة اللي تحسب أيضا لبورقيبة ربما خطاباته، كانت عنده خطابات تاريخية مهمة جدا، والحاجة الباهية أيضا أنه ما يكتبش خطاباته، يرتجل كثيرا، ربما يكتب بالخطوط العريضة ولكن يرتجل وقت اللي خاطب شعبه. من بين الخطب اللي قعدت راسخة الخطاب هذا اللي باش نسمعه لك توا، وبعد شوية زادة باش نسمعكم أصواتكم اللي تسجلت على 73 24 3000، باش نسمعك سيدي هادي البكوش الناس اش تقول على بورقيبة اليوم. لكن قبل المصارعة مع العقيد مع معمر القذافي، لأن ما ننساوش وأنا بقدر رحمة تونس بورقيبة من فرنسا بعد الاستقلال
كان تصدى لمحاولة التداخل، بلول التداخل من الرئيس عبد الناصر، من بعد التداخل من معمر القذافي، إلا كان يجند في ناس ويعطي في أموال ويقدم في أسلحة باش يغير النظام في تونس، باش تكون عنده قدم في تونس. هذا كان بوجيبة يحمي تونس من أي تداخل، سواء أجنبي في فرنسا ولا من الأقارب. في فترة من الفترات السياسة نتاع القذافي يقول لك نجي البوجيبة من تحت بالسياسة، وبدا في المريوم يمدح في بوجيبة وأنه راجل مقاوم وراجل حرية، ولكن توا جاء وقت هو كبر ومرحلة جديدة هي الوحدة، ويلزم نوحدو نوحدو. بوجيبة مريض ويسمع فيه في الكرتاج، خذا السيارة الأولى اللي قدامه وجاء خلاه يكمل. بعد قال له باهي الوحدة لابد منها الوحدة، ولكن لازم نكون متهيئين لها، لازم الأدمغام مفتحة لها، لازم القلوب قابلة لها، وإحنا الآن مربوطين. أنت يقول له ما تعرفش ليبيا، أنا نعرف ليبيا، إذا كان نوصلوا نحافظوا لوحدة ليبيا عملنا حاجة كبيرة. هذا الهيلي تحب تقاوى أمريكا وتحب تحاول شيء غير واقعي. تكلموا لغة الحق، لغة الصدق، ولغة القوة. أنا نتذكر وقتها عبد السلام جلود ماله يحب يقوم ويخرج والقذافي يعزم فيه، لأن الخطاب تاع رئيس بوجيبة كان تهجم كبير على قذافي اللي يعتبره إنسان هاوي في السياسة ولد صغير وما يعرفش يعمل مسخ. معناتها وقتها قالوا حتى تاكل طريحة، معناتها قالوا كلام كبير الحقيقة. ما كان يقنع بوجيبة على أساس أنه يعتمد على أمثلة، مثلا لهنا يعتمد على مثال أنه كيفاش القصر ما عادش يسخن على خطر الشوفاج بتاع القصر ما يعادش لما نجيبوا الفرنسيس يصلحوه. قالوا مرة وقتها الحقيقة ما المسألة صحيح استقلينا على السيادة، ولكن ما زلنا يعني ديبوندون من التطور التكنولوجي ومن الماكينات والكراهب اللي هما بيدهم لازم يعاونونا في قطاع الغيار وفي التصليح وغيره. نحب نرجع معك على مسألة بورقيبة. كان يقنع برشا بالخطابات نتاعو، كان يرتجل، كان فما توجيهات سيادة الرئيس من الأول، وبعد كان فما الخطب أحداث الخبزة ما ركحها كان بورقيبة خطاب كبير خرج به قال نرجع وين ما كنا دون لطون تذكروا مليح. سر القناع ولا الإقناع؟ سر القناعة تاع بوجيبة، أولا مؤمن بما يقول، صادق الإيمان والصدق والشجاعة، والبلاغة جت بعد. بوجيبة بالنسبة ليه عنده مسؤولية أمة، يجب يقول لها الحق. وفي الخطب نتاعو عنده فكرة، وأن الشعب يلزم يوعيوها، وأن الشعب يلزم يرتفع في مستواه السياسي والفكري، وكان يعمل خطب دائما خلافا لما يقال. كان يحضر الخطب نتاعو يكتب يحضرها جمعة كاملة اللي يجي حداه احنا بنفسنا يبدأ يتكلم في المواضيع اللي مش تعقلها في خطاب، ويحضر بعض أمثلة شعبية، ويبدأ كأنه مش يخطب باش يشوف شنو الوقع، ثم يحط بعض نقاط قدامه يتكلم بوقت لها. أما الخدمة الكبيرة نتاع رئيس بوجيبة وبعد ما يلقى الخطاب الصحافة تعديه في الجرايد، أما هو يعدي ساعات وساعات لمراجعته بالعربية وبالفرنسية. أنا نذكر قعد مدة، أنا كنت والي في صفاقس، هو قعد مدة مستبعد وقعد الشهر يعدي كل يوم 5-6 ساعات
لمواجعة الخطاب نتاعو، هذا ما هوش اغتيال لاغتيال، يقول ويتعدى، لا يفكر فيه. هو يعد لهم. خلينا نسمعوا الناس يسجلونا على الريبوندور على 73 24 3. صدق وصدق نبرة صوته وقت اللي يقول تحية تونس، تحسوا انه الحقيقة اخر همه هي السلطة، ولكن همه بالاساس دولة متقدمة مستقلة اسمها تونس. حتى كلمة الوداع اللي توصفت بانها كلمة الوداع اللي خلاها تذكار تبقى الحقيقة مهمة جدا، وقت اللي يقول هذو الكلمات اللي خليهم لكم الاخرانية. حاب نرجع لك سي الهادي، معناتها برشا قاعدين يبعثوا لي على الفيسبوك من قبيله واحنا نمجدوا في الزعيم الحبيب بورقيبه، ولكن ما فماش واحد ما عندوش مساوى. بورقيبه ربما من الحاجات اللي على الاقل يشوفوها الناس اليوم مساوى ليه هي الدكتاتوريه، وانه اصراره على انه يكون الزعيم الاول والاخير، وانه الرئاسه تكون عنده مدى الحياه، وايضا مساله الدين الاسلامي او الحداثه والتعاطي مع مساله الحداثه. لذلك علاش نحكيو توا على علاقته بالخوانجية بالدين الإسلامي. فما شكون يقول بورقيبة جا باش يحارب الدين الإسلامي، جا باش يحارب الحجاب، جا باش يحارب الصلاة، باش يحارب الصوم وغيره من الكلام اللي قاعد يتبث حتى لليوم على الأقل عن طريق أسطرة تتكتب على العديد من المواقع. نبداو متفقين على حاجة، وأن بورقيبة من رجال السياسة أكثرهم اطلاعا على تاريخ الأمة الإسلامية، وأكثر له معرفة جيدة بالقرآن وبالشريعة، ولكن بورقيبة ينتسب إلى مدرسة إصلاحية اللي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، باعتباره أن المسلمين تأخروا كثيرا، والغرب والدول الأوروبية تقدم، ولابد من إيجاد جواب لهذا. والجواب اللي مشى فيه بورقيبة هو نشر إسلام مستنير، إسلام متفتح، إسلام متطور صالح لكل مكان وزمان، بحيث بورقيبة كان من زعماء المغاربة القلائل والمسلمين اللي اعتمد على الإسلام لتجنيد الشعب لمقاومة الاستعمار. لما تشوف خطب بورقيبة أثناء المقاومة، حجج اللي استعملها بورقيبة هي الآيات القرآنية والدين الإسلامي، بحيث أخذ من الدين الإسلامي الروح الجهادية ضد العدو ضد المحتل. ما هوش عدائية عداء بدون سبب وبدون وجهة حقيقية. كان بورقيبة في خطب نتاعو آيات قرآنية وشجع الدين. ثم جاءت بعد أخذ الحكم معارضات تستعمل الدين لفرض وجودها. الفكرة متاع بورقيبة وأن هذوما خطر على مشروعه في المجتمع، يحب مشروع مجتمع مسلم، مجتمع عربي، مجتمع متفتح، وكلمة ما يقولش نرجع بالتوالي. ويرى أن بعض التيارات الإسلامية يخشى منها أو البعض منها أن ترجع بينا بالتوالي، هذه قومها وفي رأيي أنا بشدة كبيرة. وأكثر من هذا كان يعتقد في آخر حياته وأن رسالته قبل أن يموت أن يجنب تونس من معارضة تعتمد على الدين وترجعنا إلى الواقع. كان هذا، وكان سن يمكن على الدخل، لأن قبل بورقيبة وأنا نعرفه قبل بورقيبة ما يتحملش وأن تونسي أما باسم الإسلام أو باسم اليسار يبعد علينا. وقت يسمع طالب تكلم ومش ماشي يناديني
يقول لي كيفاش نرجعوه للثنية بالتي أحسن بالنسبة للوجيبة هو الشعب الكل. فعلا كان ذلك في الأحكام أحكام شديدة من بعد يتراجع. المدة الأخيرة في الحقيقة أنا أقر وأنا كنت من وقتاش على الأقل للأمانة التاريخية من وقتاش بورقيبة تقريبا حسيته ما عادش رحله بأنه يواصل الزعامة. بورقيبة بقدم هو زعيم كبير وكبير زعماء المقاومة والبناء واختيارات والمرأة بقدم طلبي العمر والكبار والمعرف والبطانة بحيث بوجيبة في الحقيقة لما كبير ما عاش بوجيبة اللي نعرفه. أنا عندي معلومات ما نعرفش كان أنت عندك منها وتأكدها ولا تنفيها، أنا نقولها باحتراز الحقيقة، ولكن وصلتني من شهود عيال عايشوا مع بورقيبة أنه في بداية الثمانينات بورقيبة كان يعتزم التنحي عن السلطة بنصيحة من بورقيبة ولده الحقيقة، وقتها جاه وحكي معاه قالوا بابا وقيت سلم السلطة وقيت ترتاح، فاقتنع من الأول، ولكن وسيلة بورقيبة دورت له مخه قالت له هادو ناس يحبوا يدوروا عليك يحبوا يورثوك وانت حي، ولعبت الدور متاع بين قوسين معناتها كالنعورة اللي دخلت له في مخه أقنعته انه ما فما حد ينجم يحكم تونس كان هو، لانه فما ناس يحبوا يدوروا عليه وفما يفكوا له تونس، فتراجع ودير تغشش على ولده قعد يمكن 7 سنين ولده ما شافوش وما يدخلوش للقصر، عطاه أوامر انه ما عادش يدخلوا للقصر. بورقيبة أدرك للسبعينيات وأنه كبر وخمم حتى في وقت من الأوقات ينتحر. خمم أنه ينتحر؟ ينتحر في أمريكا مع السفير بتاعنا، قالوا أصبحت عالة على شعب تونس في آخر السبعينيات. أي آخر السبعينيات بورقيبة بالنسبة ليه ما عادش نجم يواجه التحديات اللي كان ديما يواجهها، ما عادش كان القوة، ولكن البطانة ما هوش كان السيدة وسيلة الحقيقة وصفة عامة اللي دايرين بيه اللي دايرين بيه يساعدهم باش يبقى ولو هو ما أنا يعرف. تقصد مزالي مثلا؟ تقصد شكون ولا ما تحبش ندخله في الأسماء؟ من غير ما ندخل الأسماء، أما البطانة القريبة منه أيه. القريبة منه اللي عنده فائدة باش يبقى أيه. هو لولا هذا كمش طالب العمر وما خاش في الوقت المناسب ما حضرش هو خلافة لكان يكون في تونس أهم من أتاتورك، لكان يكون في تونس أهم من منضلة، لأن في الفكر السياسي وفي النضال وفي الإقدام على المخاطر ما فيش كيف في تونس وفي غير تونس، لأن ما بينا ما ننساوش وأنا كانت المقاومة التونسية هي اللي لحقت بعدها المقاومة المغاربية والمقاومة الجزائرية والمقاومة فما شوية تواضع من التوانسة، ولكن كنا الأولين على صدينا الفرنسا تبعونا الناس من ناحية هذه. بورقيبة الحقيقة نهايته ما كانش في مستوى عظمته، أنا من الناس اللي نقول رغم ذلك يبقى مرجعية ويبقى هو المناعة ويبقى هو أتاتورك تونس ويبقى هو من ظل تونس، وأعتقد أن التاريخ مش ينصفه والنسوة لهم دور كبير في إرجاع مكانته، ورئاسة الجمهورية والباجي قائد السبسي أحسن معمل أنا تقيمة لما أحيا ذكرى وفاته معطاها المستوى المطلوب، وشيئا فشيئا أنا أعتقد لما يرجع بورقيبة إلى مكانته بطبع لابد من لابد من المحافظة على المكاسب الاستقلال الوطنية الوحدة الوطنية الحداثة الحداثة لابد من المحافظة لابد من إصلاحها
لابد من ملائمتها مع العصر. لابد من الملائمة ولكن في الأصل الاختيارات اللي اختارها هي موفقة. جزء بعد الفاصل احنا باش نستقبلوا معنا بالتليفون ابنة برقيبة الصغيرة مريم. راهي معنا بالتليفون. الا مريم مرحبا بك. احنا اليوم في حلقة خاصة سبيسيال حقيقة تكريم في إطار إحياء ذكرى وفاة الزعيم الراحل حبيب برقيبة. باش نرجع لك جزء بعد الفاصل. نحبك حتى لو كان جاب برقيبة بالحق كان يقول كلام كيما هكا. أنا اعتقادي وأنا غزا فرحات يقوم بدور كبير في الساحة السياسية التونسية لأنه فهم برقيبة، يتكلم على برقيبة عن معرفة وبكفاءة. أنا استمعت إليه وكل ما يقول خيب جدا من الحقيقة إن لم يكن كل الحقيقة. الشيء اللي يتقال على برقيبة الآن نجح في أن يجعل من قضية تحية تونس من بين تونس قضية نخبة وقضية شعب كامل. وتحمسنا وهنا وخدمنا في هذا. بلادنا في حاجة الآن إلى أن يصاغ لها حلم اللي يتحمسوا له الشباب. حلم فيه كثير من الخيال وفيه كذلك كثير من الواقعية اللي يخلي الإنسان في تونس يأمن حقيقة. وأنا كان ما عندوش حاجة اليوم سكن شغل مكانة ثقافة. الخطة موجودة بس تكون عنده غلوة. لازم نبعث حلم يدفع الأمل ويكون هذا إلا بالوحدة والابتعاد عن فتن. أما الوحدة الصادقة سيدي الوحدة حقيقية كنا توانسة مهما كانت الخلافات في رأي. طيب اسمح لي فقط نسمعك. هي نورمال مو تكون افتتاحية البرنامج لكن أنا اليوم بالذات اخترت أنها تكون اختتام البرنامج. هذه الكرونيك متاع دليلة مصدق من الأخر وعلى الأخر عملت افتتاحية خاصة برقيبة. نحبك تسمعها مليح مليح باش نرجع نعلقوا عليها ونختموا برنامجنا. نجم تاخذ تاسك وتسمع القول سير هادي بعد ما سمعت هذا الكل. لا في باصة سواء ولو أنا أعتقد الضعف اللي عاش فيه برقيبة والصراعات اللي واجهها في وقت اللي كان وقتها في مشكلة الحريات في مشكلة الديمقراطية. ما زلنا نكونوا في دولة، ما زلنا نكونوا واحد في شعب بحيث ما يلزمش نحكم على برقيبة بالمقاييس الحالية. أنا أهم شيء واحد أمة وقالها جوابا على ديوان زعيم اشتراكي ونقابي في العشريات، قال هذه تونس عمرها ما تستقل، هي غبار افات. برقيبة جو وقال جعلت من غبار افات امه متحده. وفعلا وقت تشوف العلاقات ما بين النخبه التونسيه في الشمال وفي الجنوب وفي الشعب وفي الغرب نخبة واحدة ساعة لساعة لأسباب إضافية. الناس يحيوا بعض الحاجات أما تونس بلاد موحدة، بلاد متكاتفة، بلاد ما عندهاش كانت تقبل الشيعة وكسنة، هي بكله سنة بكله ملكية. هكا احنا في سوسة فما من الجهات الكل بحيث إثارة الخلافات الجهوية هي فتنة. أعتقد وأنا فتنة ما عندهاش أسس. والاستنجاد ببرقيبة وأجوع ببرقيبة نجمو نقضوا عليها. وهكا علاش برقيبة يبقى بالنسبة لأنا نحاولوا باش يكون بالنسبة لكل التونسيين هو المرجع في تحقيق الازدهار والرفاهية والتنمية في بلادنا لتونس.
شكرا لك سي الهادي البكوش، رغم اللي تمنينا ندخلوا نحكيوا زاد على خطاب اريحه والدرس الكبير اللي عملوا بورقيبه في ميدان السياسه، رحله الزعيم الى الشرق عام 1965 وقت دارها من مصر الى لبنان مرورا بالاردن وفلسطين، وخطاب الشهير على اثره اتهموه بالعماله للاسرائيليين. انت كنت معه في الرحله هذه؟ خطه كانت ايه خطه. انا الشيء اللي ما يفهموش بعض الناس حافظوه هو ايش قال؟ قال لابد من الاستشهاد. احنا بعد مش عمل الختام تاع ايحا بعد ما زرنا مخيم فدائيين فلسطينيين. هات نسمع اكسري صغير مساج ونعتذروا من قسم الرياض على تاخير صغير. هات اكسري تعليقك وكلمه الختام عندك سي هادي بكوش. رئيس بوقيبه بعد ما زرنا ارتكنا لتكوين الفدائيين الفلسطينيين مشينا الساحة في أريحة، قال كلمة، قال لابد من الاستشهاد ولابد من الكفاح ولكن لابد من خطة سياسية. نحن تو الأمم المتحدة قالت نحن دولتين، نعتمد على القرار تاع الأمم المتحدة، والدماء والكفاح والحرب في سبيل تطبيق هذا. هما الإسرائيليين ما يقبلوش هذا، وفعلا ما قبلوش هذا. أولوا الكلام نتاعو وعدوه يحب حل تاع استسلام. وفي الحقيقة هذا قبل ما يتكلم في رايحة شاف رئيس عبد الناصر اللي تراجع رئيس عبد الناصر عن مقارباته القديمة وقال له أفتح الباب لإعداد الرأي العام العربي لحلول تأخذ بالسياسة وتأخذ بالاعتبار رأي العام الخارجي تأثر بالأمم المتحدة. وأنا مبدئيا ما نجمش نكون في الواجهة، نجم نتبع. هذا وقت تتكلم بوقيبة في أريحة كان يعتقد وأنه لسان حتى المتشددين منهم رئيس عبد الناصر، وكان خلافات وقتها بين القاهرة وبين بغداد أول الكلام تاعه ولات مزايدات ولات هجومات شفناها لما مشينا من لبنان على بوقيبة واتهامه بالاستسلام. واضح. شكرا لك سي الهادي البكوش انك قبلت دعوتنا، بارك الله فيك على الحضور. اعتذاراتنا من سيدة مريم بوقيبة، يبدو انه عندها اشكال على مستوى التليفون اللي هوني تحت على الشارج. حنتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده ضيفنا وضيفكم. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.